ولا انت هو يلا شايفين الجرو اللي هناك ده كده؟ الجرو ده بيطلع يا جدعان، يا بخت من يكون صاحب النصيب بقى. بص بقى، اوعى اوعى الشبحانه. بص واقف في قلب الخضره، شفت بقى تور الله في برسيمه؟ اهو هو ده. ايه عامل ايه؟ ولا اوعى اوعى لو عايش الدور، عايش دور الشراسة وبيقول للكلاب اوعى انا جاهز ومستعد ان لما اكبر اقطع الدنيا. الوش الاسود، اللون الغامق، طبعا شايفين الوقفة، وقفة غول يا جدعان، وقفة شبح. اوعى اوعى لسه، او ده تاني يوم في التدريب ولسه ما خدش ولا اي حاجة. قلنا نربطه كده مع الكلاب الكبيرة عشان نشوف هيعمل ايه. اتاري المعلم ده، بصوا عايش دور الشبحانة في وسطيهم، يعني بيقول لهم انا خدت مكاني وليا مكان والدنيا معايا تمام التمام. على ميلو على ميلو، بص بص بيقطع، بيحاول يمسك السلسلة ببقه، مش متعود على الرباط. ولا ميلو، طبعا فيروس عايز يفك نفسه راخر. ولا اوعى الشراسة القاتلة بقى، اللي بيدور على الشراسة القاتلة بقى. شايفين الشراسة القاتلة يا جماعة؟ ولا شايفين؟ بص بص بص، هو ده الموت، حلاوة بقى هنا يا جماعة. لو ربطت كلب صغير في وسط الكلاب الكبيرة بيدور لوحده من غير أي تدريبات. ولا ولا فرعو فرعو شاط، اقعد يلا اقعد اقعد جدع جدع، تحت تحت، انزل تحت، ايوه كده تحت، يلا تحت جدع، تحت التاني. يا جماعه شايفين؟ بصوا يعني دم الكلاب الملينو، بسم الله ما شاء الله، دم جامد خالص. وده تخطيطي للفتره اللي جايه باذن الله، المزرعه تبقى عباره عن ملينو وجيرمان وروت بس باذن الله بمشيئه ربنا. الملينو هو البوب، عايز ايه؟ انزل تحت داو، شاطر، داون، برافو، هوب هوب، برافو، شكاند 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 جدع. ولا كاتش يلا، طبعا اسم فيروس اسم جميل، كلب هيكون كلب مقاتل من الدرجة الأولى بإذن الله في الشراسة، مفتري جدا. ولا فيروس، اسكت انت اسكت انت، اوعى اوعى، بيثبت جدارته يا جماعة. بصوا ميلو بيثبت جدارته، بيثبت كفاءته ازاي. ولا ولا ها ولا لا، عايز يعض وخلاص. لسه فيروس ده ما تسيبش خالص على فكرة، احنا شغالين معاه لحد النهاردة بالليش، وهو مربوط
وبعد كده هنبدأ نفكه بإذن الله. كلب مجنون جدا، في شراسة عبيطة خالص، أما ميلو بقى فبإذن الله بنديله قطاعة أساسية كده عشان نشوف مين صاحب النصيب اللي هياخده. تمام، وفي ناس كتير تواصلت معانا على التليفون، وبإذن الله اللي جاي أفضل يعني. إيه؟ أما هاكر بقى فقريب جدا هنوريه لكم في حلقة. بسم الله ما شاء الله، راح غول 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 بمعنى الكلمة يعني. كلب جثة وبقى جسمي كويس جدا، وكان العظم بتاع جسمه باين طبعا، الحمد لله الدنيا اتغيرت معاه. ولا ولا اوعى ولا شوفوا الغلة يا جماعة، اوعى ولا اوعى ولا بياكل النجيلة. طب بتاكل النجيلة ليه لما مش جاية معاك؟ ولا ولا اوعى تنرفز على النجيلة. ايه ده؟ جدع 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 من غير على ها طبعا غل كلب بسم الله ما شاء الله، دمه حامي جدا، واخد كل تطعيماته يا جماعه على فكره، حشرات وديدان وكل حاجه، والثنائي والخماسي والسباعي، واخد السعار كمان. ولا جدع، ايوه كده اعمل دوشه دوشه دوشه، ها جدع جدع اعمل دوشه يلا. ايه ده انت عايز تعدي؟